اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره كابتن ناصر عباس. هنتكلم عن طاقم التحكيم لهذه المباراه. ازيك كابتن ناصر؟ مشرف ومنور. ربنا يخليك كابتن اسلام. تحياتي لحضرتك وتحياتي للساده المشاهدين وكل فريق العمل الممتاز، وتحياتي ايضا للكابتن ايمن دجيش القيمه والقامه الكبيره اللي هو اعتذر النهارده. اعتذر وانا بتشرف ان انا موجود النهارده ان شاء الله مع حضرتك. ربنا يخليك يا كابتن ناصر. كابتن ناصر خليني ابدا مع حضرتك باسماء طاقم التحكيم. كابتن محمد عادل حكما للساحه ويعاونه كل من كابتن احمد حسام طه وكابتن رجب محمد وكابتن شريف حسن حكما رابعا. ايه رايك في طاقم التحكيم بالنسبه لهذه المباراه بشكل تمام عالي؟ كابتن تمام. محمد عادل حكم دولي. كابتن اسلام حكم بيتميز بالشخصيه. خلينا نتكلم الاول عن محمد ولا ناخد طاقم التحكيم كله؟ محمد ماشي. نتكلم على محمد اولا. حكم محمد حكم بيتميز بالشخصيه النهارده كابتن اسلام اللي هي بتبقى صعب انك انت تلاقيها في الحكم. خلينا نتفق ان الشخصيه. طب قبل ما حضرتك تكمل يا كابتن معلش خلينا نروح لملعب المباراه مع زميلنا كريم احمد يقول لنا على التشكيله الرسميه للنادي الاهلي ولنادي مصر. اتفضل يا كريم. بجد التحية ليك كابتن اسلام الشاطر ولكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي. بالفعل تشكيل فريق النادي الاهلي ونادي اف سي مصر. ابدا معاك تشكيل النادي الاهلي في حراسه المرمى الشناوي. خط ظهر من اليمين للشمال محمد هاني، ايمن اشرف، ربيعه، علي معلول في المنتصف، اليو ديانج، عمرو السليه في نص الملعب، جيرالدو، محمد مجدي قفشه، جونيور اجاييه، وفي الهجوم مروان محسن. الاحتياطي الخاص بفريق النادي الاهلي محمود متولي، وليد ازارو، وليد سليمان، علي لطفي، احمد الشيخ، احمد فتحي، محمود عبد المنعم، كهربا. يبقى كده خرج طبعا من القائمه الخاصه به الفريق كل من ياسر ابراهيم وايضا كمان مصطفى شوبير وصلاح محسن. وصل بالفعل طبعا يا كابتن اسلام الفريقين كالعاده كل الامور الاعتياديه في استاد القاهره. الجو لسه يعني ما نقدرش نقول درجه الحراره فيه بروده عاليه، لكن ان شاء الله يكون جو كروي. كمان سريعا يا كابتن اسلام التشكيل الخاص بنادي مصر. في حراسه المرمى عصام ثروت، خط الظهر من اليمين للشمال علاء عطا، محمود شبانه، احمد اوكا، شريف اشرف، في المنتصف احمد يوسف ومحمود توبه، على الاطراف احمد الشيخ، محمود رامبو، في الهجوم محمد جمال تريكا واسلام صالح. الاحتياطي الخاص بنادي اف سي مصر وليد توفيق، مؤمن ابراهيم، احمد عبد الموجود، عبد الرحمن جنديه، مصطفى سلطان، كليف مانديرا، رضا الويشي. ان شاء الله كابتن اسلام كالعاده بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي. كهربا متواجد على دكه البدلاء، ان شاء الله يكون مع سير الماتش النادي الاهلي يحقق نتيجه واداء ايضا كمان يسعد كل جمهور النادي الاهلي يكون ليه دور. يعني ان شاء الله باذن الله كنا بنتمنى يكون متواجد من البدايه، لكن رؤيه مستر ريني فايلر ان شاء الله على مدار الماتش الشوط الاول والشوط الثاني نشوف ان شاء الله ونشوف لعيبه النادي الاهلي. وباذن الله كابتن اسلام كالعاده بننقل لك كل الكواليس قبل المباراه وبعد المباراه ان شاء الله كابتن اسلام يكون معاك. انا معاك لو فيها استفسارات. شكرا جزيلا زميلنا كريم احمد من ارض الملعب والتشكيله الرسميه للنادي الاهلي ولنادي مصر. كابتن ناصر نكمل كلامنا، هنتكلم عن الكابتن محمد عادل. تمام كابتن. الحاجه الوحيده كابتن اسلام انك انت كاداره تحكيميه ما تقدرش تديها للحكم اللي هي الشخصيه اللي هي موجوده فيه. حضرتك عارف يمكن انت لعبت كره على مستوى كبير جدا وتعرف كويس قوي ان اللاعب اللي هو يكون عنده شخصيه يقدر ان هو يبقى عنده قرار، وبالتالي دي ما اقدرش اديها لك. ممكن ادي لك التحرك، ادي لك التمركز، ادي لك عناصر اللياقه البدنيه من التحمل العام لتحمل السرعه للسرعه القصوى، اديك ازاي يبقى عندك قراءه لعب، اديك القانون وتفسيره، ولكن الحاجه الوحيده اللي انا ما اقدرش اديها اللي هي شخصيه الحكم. محمد عادل بيتميز بالشخصيه التحكيميه الكويسه، ايضا عنده ميزه كويسه جدا جدا كابتن اسلام وهي ايه؟ قراءه لعب وطرق اساليب الفريقين. خلي بالك دي مهمه جدا ان الحكم يبقى عنده قراءه ازاي يبقى عارف ان النادي الاهلي النهارده بيلعب بطريقه ايه او النادي المصري بيلعب بطريقه ايه. ليه بقول الكلام دوت؟ ليه؟ لان هو بيتوقف الكلام ده على جريه وعلى تحركه في الملعب، وبالتالي قراءه طرق ولعب اساليب الفريقين مهم جدا جدا الحكم يبقى عارفها، وبيبقى الكلام دوت يعني تقريبا من اول 10 دقائق في الملعب. محمد عادل من ضمن الحاجات الجميله هو عنده يعني انا بقول الميزات عنده معيار احتساب المخالفات، وده قد تختلف من حكم لحكم كابتن اسلام. طبعا هناك بعض الحكام مثلا بتبقى نفس المخالفه اللي هي الموجوده في التهور ونفس المخالفه اللي موجوده في الاهمال، ومع ذلك بتلاقي ان هنا بتتحسب وهنا ما بتتحسبش. نعم. هو عنده العنصر ده موجود بشكل كويس جدا جدا. نروح لاحمد حسام طه وحكم دولي ايضا من الحكام اللي متميزين اللي هذا الموسم ماشي بشكل جميل جدا. النهارده ما عندوش اخطاء خالص من الحكام المساعدين اللي عندهم القرار، عندهم التمركز، عندهم التوقع، عندهم التركيز، وبالتالي حكم صعد النهارده احمد حسام. اتمنى ليه طبعا التوفيق
الحكم المساعد رقم 2 اللي هو كان رجب محمد من محافظة الفيوم، وحكم شاطر على فكرة من المساعدين المجتهدين، أعتقد برضك ماشي هذا الموسم بشكل طيب. وبالتالي النهاردة بنتكلم على حاجة مهمة وظاهرة يا كابتن إسلام، مهمة جدا جدا. إيه هو المفروض النهاردة طاقم الحكومة؟ طيب معلش عندنا فاصل سريع يا كابتن ناصر، خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هرجع أقول لحضراتكم على التشكيلة الرسمية مرة تانية لنادي الأهلي، وأيضا على كابتن ناصر هيكمل كلامه على طاقم التحكيم بعد هذا الفاصل. النهاردة عندي الكوميونيكيشن سيستم، قبل ما اخد القرار بكلم الحكم بقول له في ركله جزاء، هو ممكن يقول لي ما فيش، يبقى ما حدش شعر باي شيء، وبالتالي النهارده ما بنديش مردود وحش على التحكيم في المباراه. طيب هنكمل كلامنا، ولكن خلينا نطلع نشوف تقرير عن حكم هذه المباراه كابتن محمد عادل، ونرجع ناخد كلمات اخيره من الكابتن ناصر عباس. وجه جديد ينضم لقائمة حكام مباريات الأهلي في مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم، حيث أسندت لجنة الحكام الرئيسة باتحاد الكرة إدارة مباراة الأهلي وضيفه FC مصر لطاقم تحكيم بقيادة محمد عادل كحكم للساحة، يعاونه كل من أحمد حسام طه مساعد أول، رجب محمد مساعد ثان، شريف حسن حكم رابع. محمد عادل حسين من مواليد عام 1978 يعمل ضابطا للشرطة، بدأ مشواره في عالم التحكيم بالدوري الممتاز موسم 2012-2013 وتحديدا في 16 من مايو عام 2013 عندما أدار مباراة وادي دجلة وغزل المحلة التي انتهت بفوز الغزلان بنتيجة 3-2، حصل على شارة الدولية عام 2018، أدار 4 مباريات دولية، أشر خلالها 17 بطاقة صفراء، احتسب ضربة جزاء واحدة. أدار محمد عادل 84 مباراة في مسابقة الدوري الممتاز، أشر خلالها 319 بطاقة صفراء، 20 بطاقة حمراء، احتسب 39 ضربة جزاء. أدار ضابط الشرطة 9 مباريات للأهلي، حقق المارد الأحمر الفوز في 8 مباريات، وخالفه التوفيق في مباراة واحدة، أشر البطاقة الصفراء 15 مرة في وجه لاعب الأهلي، احتسب ضربة جزاء. كان الظهور الأول لمحمد عادل في مباريات الأهلي موسم 2013-2014 عندما أدار لقاء المارد الأحمر أمام الرجاء في الربع النهائي لكأس مصر، وانتهت المباراة بفوز الشياطين الحمر بهدف من دون رد سجله القناص عماد متعب، بينما كان آخر ظهور لمحمد عادل في مباريات الأهلي أمام المقاولون العرب في الجولة 33 من موسم 2018-2019 التي حقق المارد الأحمر الفوز فيها بنتيجة 3-1. حملت أهداف الشياطين الحمر حينها توقيع كل من علي معلول، حسين الشحات هدفين، ليتوج الأهلي بالدوري رقم 41 في تاريخه. اهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن ناصر، اخيرا اهم حاجه النهارده ياخد باله منها طاقم التحكيم الاهلي. ممتاز يا كابتن اسلام، كنت هقول الكلام دوت النهارده. كابتن احنا عندنا 90 دقيقه، سريعا كده 90 دقيقه النهارده الحكم مطلوب منه اللياقه البدنيه. اللياقه البدنيه النهارده على مدار شوطين اللقاء بتبقى انت بتشتغل تحمل عام وتحمل سرعه والسرعه القصوى. انا بقول النهارده السرعه القصوى، يعني ايه سرعه قصوى؟ ان كل الحالات اللي داخل الصندوق يبقى انت النهارده كحكم يبقى عندك قراءه للعب. لما يكون عندك قراءة للعب يبقى انت مش هتتوقع الحدث اللي موجود، وبالتالي لما انا بحس ان في حدث وفي خطر داخل منطقه الجزاء يا كابتن اسلام، ده بيتطلب مني انا كحكم ابتدي استغل عنصر السرعه القصوى، ودي مهمه جدا جدا للحكم. حال الحكم بيبقى مركز بس في احتساب المخالفات، وحته اللياقه ديت بتروح منه كتير، يعني النهارده او التوقع، يعني طول ما انت مركز في انك انت تحسب المخالفه
انت ما بتحسش ان ده واقف فين بالظبط، بتبقى ما بتحسش بالمكان. انا النهارده بقول لمحمد من فضلك لو سمحت، انت النهارده عندك اللياقه كويسه، استغل عنصر السرعه في الهجوم المعاكس، ازاي تتواجد في الحدث داخل منطقه الجزاء ويبقى عندك الزاويه الواضحه. لو انا النهارده رحت كابتن اسلام كده ولقيت زاويه مغلقه، عندي حلول ازاي انا افتح زاويه ثانيه او ثالثه او رابعه، يمين شمال يمين شمال، هي بصة كده أو بصة كده، إنما ما أقفش واستسلم قدام مخالفة ربما تكون هي تؤثر في نتيجة المباراة. وتظل منطقة الجزاء هي هي ال 18 هي ال هي اختبارات الحكم منطقة الجزاء. بنقول النهارده اختبارات الجزاء داخل منطقة الجزاء، نتمنى إن شاء الله النهارده إن كل القرارات تكون داخل منطقة الجزاء سليمة. نتمنى النهارده كمان التعاون دي مهمة جدا جدا، نغير الصورة يا كابتن إسلام اللي موجودة في الأسبوع العاشر والأسبوع الحداشر. نتمنى يا رب أن تكون هناك تغيير للصورة الحقيقة، لأنه خلال الفترة السابقة أندية كثيرة جدا بتعترض على التحكيم، ولكن في النهاية نتمنى أن يتم تغيير هذا الشكل. ويعني أنا ليا كلام كتير مع حضرتك بعد نهاية المباراة، نحن نقدر نتكلم أكتر أو ممكن تبقى في حلقة أخرى نقدر نتكلم عن بالزبط التحكيم، أو الحلول يا كابتن إسلام، إيه ما هي الحلول يعني بالظبط. الظروف صعبة جدا على النادي الأهلي وعلى بقية الأندية. ممتازة جدا، ممتاز. بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن نصر، إن شاء الله نلتقي بعد نهاية المباراة. إن شاء الله فاصل إن شاء الله، وبعد هذا الفاصل هستقبل ثلاثة من نجومنا الكبار، النجم الكبير كابتن شريف عبد المنعم، النجم الكبير الكابتن محمد حشيش، النجم الكبير الكابتن أحمد بلال. هنحلل بقى التشكيله الرسميه لنادي الاهلي، وكهربا هيلعب الشوط الثاني ولا مش هيلعب، هنشوف بقى كلام كتير جدا وتحليلات فنيه رائعه من نجومنا الكبار بعد هذا الفاصل.